عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، وثاني ما تنسوا تضغطوا لي على زر الجرس لأنها من أساسيات اليوتيوب الجديدة، ضروري الضغط على زر الجرس لكي يصلكم الجديد. وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني، ومرحبا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، وشكرا جزيلا على دعمكم لي. اليوم جيتكم بعلاج فعال جدا وسهل وبسيط لأمراض يعني أصحاب مرض القولون العصبي أو القولون المهي الغليظ، اللي عندهم تشنجات وانقباضات في المهي الغليظ اللي تأتي أحيانا بسبب التوتر. أحيانا أغلب إصابات أمراض القولون أصحاب القولون أسبابها نفسية، الإرهاق، اضطرابات في مواعيد النوم. الأشخاص هذو في رمضان يعانون أكثر لأنه تنويع كثير في الأكل والمأكولات في شهر رمضان، دايما المائدة تكون مملوءة بالأطباق المتنوعة، وأحيانا تؤذي يعني أصحاب مرضى المهي الغليظ. أول مكونات هذا الشاي هي الروزميري هذا، أو إكليل الجبل لغومارا، هنا في الجزائر نناديه لغومارا، فوائده هائلة رائعة لا تعد ولا تحصى. أنا اختصرت لكم فقط، هو منشط ومحفز للدماغ، محفز يعني على نمو الشعر وتكثيفه، الوقاية من مرض السرطان، يدعم الجهاز الهضمي. كانت تستخدم عشبة إكليل الجبل من فجر التاريخ لتهدئة عسر الهضم وما يصاحبه من اضطرابات في الجهاز الهضمي. يعالج حالات المغص الناتجة عن مشاكل هضمية كالغازات ومشاكل المرارة والمعي الغليظ. ثاني مكون هو البابونج، لاكاموميل، عشبة البابونج. عشبة البابونج يعني رائعة جدا. القولون المعي الغليظ يهدئ القولون العصبي، يخفف من الآلام الناتجة عنه، يحد من آلام الأمعاء وتشنجها، يخفف من الغازات، ويعالج انتفاخ المعدة. والمرأة اللي تكون حامل من الأفضل أنها ما تستعملوش، يعني تلغيه من هذا الوصفة، تعمل الوصفة يعني المكونات الثانية، يعني ماهوش مليح للحوامل واللي عندهم الأمراض المزمنة، لكن ما عنده حتى أضرار يعني جانبية، هو رائع جدا. ثالث مكون هو النعناع، النعناع الأخضر هكذا، حتى لو كان مجفف معليش. النعناع يعني ملطف للالتهابات في القولون، يعالج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد في تهدئة آلام المعدة والأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم كالكالسيوم والفوسفور، ويساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي، يطرد السموم الموجودة في البطن، يحمي البطن من الإصابة بالتقلصات والآلام المزعجة وآلام الدورة الشهرية للفتيات، فاتح للشهية لمرضى النحافة المزمنة. أخواتي، اولا ناخذ عشبة البابونج، تحبوا تاخذوا هذه، تقدروا تشروه يعني هذوك تاع البابونج هذاك اللي يتباع جاهز، يعني هكذا كمادات البابونج هذو تباع جاهزة، تستعملوها. قليل من اكليل الجبل، قليل من البابونج، قليل من النعناع هذاك، في اناء يعني كبير ساخن، او في كاسرول قابلة للطهو، ونحطوا عليه هكذا هكذا، وتكبوا عليه كأس ما يغلي، وتتركوه لمدة ساعة يتخمر. بعد ما يتخمر تصفيه وتشربوه مرتين، كأس بعد الفطور وكأس بعد السحور، أو تغلوه لمدة 5 دقائق أو 4 دقائق هكذا، وتخلوه لمدة ساعة كاملة ثانية في الماء الساخن هذاك المغلى يتخمر، وبعد تصفوه هكذا. أخواتي، بعد ما صفيته يصبح هكذا، شاي البابونج مع النعناع مع إكليل الجبل هذا، تتناولوه مرتين كما قلت لكم، مرة بعد الفطور ومرة بعد السحور، راح يخفف لكم هذه التشنجات وينقصها لكم، وتحسوا بالراحة والألم ما يكونش موجود، وهذه الانقباضات المعدية ما تكونش موجودة. نتمنى إن شاء الله تكون عجبكم وتجربوه، لكن نعطيكم نصيحة، ما تعملولوش سكر، هذا يشرب بدون سكر، إلا إذا كان عندكم عسل حر تستعملولو ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، واللي ما عندهاش العسل ما تحليهش، تشربوه هكذا بدون تحلية. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة هذه، وتجربوها وتداوموا عليها، هي رائعة
وتعطيكم نتائج فعالة ومكوناتها طبيعية لن تؤذي. شكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على الثقة، شكرا على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. سلام وصحافتكم.